مساء الخير على كل متابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، معاكم لايف جديد من القسط الرياضي وأبرز الأحداث على الساحة الرياضية المصرية. بعض الأنباء تناثرت صباح اليوم من أسبانيا وتحديدا مدريد وصحيفة ماركا الأسبانية الشهيرة التي أكدت أن إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي وطبعا الأول لكن مشاركاته طفيفة طبعا مع المنتخب الأول بيقترب بشده من الانتقال لنادي ختافي الاسباني. طبعا نادي ختافي الاسباني الانديه الكبيره في اسبانيا، طبعا انديه موجوده دايما في منتصف الجدول من سنين طويله متواجد في الليجا 1 اللي هي الدوري الاسباني الممتاز. نادي طبعا كبير واضافه كبيره لابراهيم عادل، والصحيفه الاسبانيه اكدت ان ابراهيم عادل سيغادر خلال ساعات لأسبانيا وتحديدا مدينة مدريد الأسبانية للخضوع للكشف الطبي قبل انضمامه لنادي ختافي الإسباني. طبعا الصحف المصرية تواصلت مع المسؤولين في نادي بيراميدز واللي أكدت مفاجأة إن إبراهيم عادل بالفعل متواجد في العاصمة الإسبانية مدريد تمهيدا لإجراء الكشف الطبي وانتقاله إلى نادي ختافي الأسباني. لكن ظهرت قصة كده عكننت على الناس بعد ما سمعنا خبر سعيد عن أحد نجوم كرة القدم المصرية اللي هتبدأ خلال الفترة المقبلة تسير على خطى محمد صلاح ومحمد النني. محمد صلاح طبعا نجم ليفربول الإنجليزي وصاحب مسيرة كبيرة جدا في أوروبا، وأيضا محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي القادم من نادي أرسنال. الناس بدأت تحلم ان في نجم ثالث جديد ليهم خلال هذه الحقبة سينتقل لنادي كبير زي ختافي الاسباني، وربما بعد سنة سنتين يتواجد في نادي اكبر سواء ريال مدريد برشلونة اتلتيكو مدريد. وليه لا، يعني كلنا امل ان ابراهيم عادل يتواجد في اكبر اندية العالم وكلنا بنسانده وبنحاول ان احنا يعني نساعده ان هو يوصل وندعمه يوصل للمستوى ده. ولكن تفاجأنا بتعثر انتقال ابراهيم عادل الى نادي ختافي الاسباني. طيب التعثر ده تفاصيله ايه وفقا لمصادرنا؟ القصه ما فيها ان نادي ختافي الاسباني من 3 ايام تحديدا قدم عرض رسمي لنادي بيراميدز لاستعاره ابراهيم عادل مقابل 500,000 دولار. طبعا مسؤولي بيراميدز شايفين ان الرقم ده قليل جدا على امكانيات ابراهيم عادل، لكن رغبه اللاعب اتحدث مع الاداره المصريه المكونه من المهندس ممدوح عيد رئيس والمدير التنفيذي لنادي بيراميدز وعمرو بسوني مدير التعاقدات، تحدث معاهم وعقد معاهم جلسه خلال ال3 ايام الماضيه، واكد لهم ان هو بيرغب في الاعتراف بشده وترجاهم ان هم يوافقوا على اعارته الى نادي ختافي الاسباني. وهم لما تواصلنا معاهم اكدوا ان هم ما كانش عندهم مانع في الموضوع ده رغم ضعف المقابل المادي الذي لا يليق بقيمه ابراهيم عادل ولا يليق بقيمه نادي بيراميدز، ولكن هناك ازمه واجهتهم لما رفعوا الملف والموضوع ده للملاك الاماراتيين لنادي بيراميدز. الملاك الاماراتيين رايهم برضو كان ان العرض قليل جدا ولا يليق بقيمه بيراميدز ولا يليق بلاعب دولي زي ابراهيم عادل، لكن ابراهيم كان عنده الاصرار. ابراهيم خلال ال3 4 ايام اللي فاتوا كان واخد اجازه من المسؤولين في نادي بيراميدز لعقد قرانه، وفعلا عقد قرانه واتجوز من 48 ساعه بالظبط او خلال ال72 ساعه الماضيه. ولكن ابراهيم عادل رغم رفض مسؤولي بيراميدز وهو موجود حاليا في اجازه قرر ان هو يعني يقضي اجازته في اسبانيا في مدريد، لان القيد في اسبانيا سيغلق غدا الجمعه. هو حاول يكسب وقت ان هو يقضي اجازته في اسبانيا وفي نفس الوقت يبقى موجود بجوار نادي ختافي الاسباني في حاله موافقه نادي بيراميدز. وطبعا طلب من المسؤولين المصريين اقناع الملاك الاماراتيين بالموافقه على هذا العرض، وسافر على امل ان المسؤولين المصريين ينجحوا في اقناع الملاك الاماراتيين بالموافقه على العرض فيكسب وقت، لان زي ما قلنا حضراتكم القيد في اسبانيا هيقفل غدا الجمعه فيكون وفر وقت للسفر والكلام ده. وفي حاله موافقتهم يكون ابراهيم عادل يعني اتم اتفاقه مع نادي بيراميدز وختافي وينتقل بشكل مباشر الى نادي ختافي الاسباني. وحتى الان الموضوع معلق، ملاك نادي بيراميدز لم يبدو موافقه. وطبعا ابراهيم عادل طبعا هيكون دلوقتي في ظرف صعب جدا، ورفع على انستجرام تعليق على الموضوع يعني الله يفعل بعد ذلك امر، يعني شايف ان ممكن في اي لحظه الامور تتبدل والامور تتغير ويحدث انفراجه في انتقاله لنادي ختافي الاسباني. طبعا كلنا بنتمنى وبنطالب مسؤولي بيراميدز ان هم
يحاولوا بشكل كبير ان هم يساعدوا لاعبين على الاحتراف، لان ده في الاول والاخر بيضيف للمنتخب الوطني المصري. كده يكون اللايف بتاعنا انتهى النهارده، انتظرونا في لايف جديد على موقع جريده اهلي مصر.